حقيقة مأساة. أنا نعتبرهم أن تعاملت برشا مع سبيترات في تونس ونعدي برشا عندي مدة عندي سنوات أنا نسميها ونقولها لهم يعني في وجوههم هذوما جزارة في السبيترات الممرضين والإطار الطبي مش الكل والشبه الطبي مش الكل. شوف نبدو واضحين ثم توينسة يخدموا في السبيترات ثم بعض التوينسة يخدموا في السبيترات وثم صهاينة الأغلبية صهاينة بالحق. أنا مسؤول على كلمتي كي نقول صهاينة في ممارساتها مع الناس مع المرضى مع الملفات المرضى صهاينة بأتم معنى الكلمة وأحيانا نقول أقصى من صهاينة على فلسطينيين في سبيترات تونس. أنا نعطيك مثال عندي زوز البارح الورقة في جيبي تحب نجبدها نوريها لك بالحق. نعطيك مثال أنا عديت جمعتين التالي عطتني طبيبة دواء مدة 3 شهور نستعمل فيه ما عطتولي على اساس باش ناخذ من الفارماسي بتاع السبيطار ومن بعد ناخذ من المستوصف المحلي. فالفارماسي بتاع السبيطار الجامعي ما عندهمش الدواء، السبيطار المحلي ما عندهمش الدواء، في الفارماسي تبرى بالفلوس الدواء ما لقيتوش. انا رجعت باش نقابل الطبيب ونقول لها راه الدواء ضايع ما فماش، وهي على اساس شنو؟ راه عطتني دواء مده 3 شهور مش نستعمله، كان الدواء مشي سينو مش نتلزل العمليه ولا الله اعلم شنو المضار مش تلحق. اي نمشي لوين البيرو ما يخلونيش نقابل الطبيب، يلزمك تجيب موعد ويلزم مدري شنو. وصلت للناظره، الناظره اش قالت لي بالحرف امس بالحرف قالت لي لا تنجم تقابل الطبيبه ولا نجم نعطوك ورقه باش ياخذ الدواء. انا قلت خلينا نقابل الطبيبه بلاكش تبدل لي دواء تعطيني دواء اخر ولا نجم نعمل لك حتى شيء. شنو الحل؟ قالت لي الحل احنا عندنا قانون نخدموا به، انت عندك مشكله برا تعارك مع الدوله ما تعملش لنا، نحن حتى فوضى لهنا وبرا تعارك مع الدولة. شكون يمثل الدولة في السبيطار ما نعرفش. هذه النظرة البارح واضح ولا؟ أنا صارت لي في شيء توا في سبيطار زاد جامع عندي دوسي عامل أكسيدون، عندي دوسي لو جاليه لليوم نمشي مرة يقولوا لي ليه رغم الدوسيات هذوك ما تحرقوا؟ ليه رغم الدوسيات نتاع العام هذاك رانا خرجوهم وزوهم للأرشيف وما نعرفوا عليهم حتى شيء. ياتي انا مريض، انا عديت لهني انا هاو عندي الفيشه بتاعي اللي انا بتاع الرونديفويات بالنهار موجودين معناها بالدات بنمر الدوسي بالكل. يقولوا لي ليه الدوسيات ما عادوش موجودين وين مشوا؟ فما اللي قال لي تحرقوا، فما اللي قال لي تسرقوا، وفما اللي قال لي رانا نطيشوه. يا اخي انت ذيك حد نيتك الدوله سبيطار مش خلي الدوسيات الكل ديما مخبيه؟ راهو نعملوا 3 4 سنين القديم يطيش والجديد هكا ديما نمشوا فيه. هذه حاجه. انا عندي مثال اخر للشهاد، عندي بابا عمره 92 عام جاء عنده رنديفو في المعده في تحبيب ثمرة، عدى طبيبه المعده بعثته ورقه متى شافت نبضات القلب مش مريقله وقلبه صافا با، بعثته لطبيب القلب مختص، مشى لطبيب القلب عدى عليه قال له راه عندك قلبك منفوخه شويه وفما اشكاليه برا خذ رنديفو هذا في الاستعجال. قالوا له خذ رنديفو وامشي للعيادات الخاصه. تعرف قديش الرنديفو؟ جويليا 2025 قلبه منفوخ الرانديفو جويليا 2025. هل تتصور 92 سنة عمر؟ ما أنت كي نحكو حاجة بأقسم بالله العظيم راهو كي نحكو حاجة كما هكا توفى الحكاية. أنا اللي راه في سبيطار تونس صهاينة يخدموا في الشأن العام للشعب التونسي، راهو مش الكل ثم توانسة نعاود نكررها، فما توانسه يخدموا، كي نقول فما توانسه يحس بيك، حتى كان ما يعاونكش وما ينجم يعمل لك حتى شيء، يحس انت بيدك تحس وحاسس بيك. كي انا كي نمشي له نلقاها ممرضه ولا طبيب ولا فرملي ولا حتى السوجيكات، نلقاها حاسس بيا، حاسس بوجيتي وحاسس بألمي، ويقول لي راهو ما عنيشك الحاجه ولا راهو سكانير مكسر ولا راهو كذي ولا راهو كذي، مو مكسر الا غالب يا اخي تو مش يخلقوه لي انا، نفهم، اما كي نمشي نتعامل مع ممرضه بالعيات وبكشة ونشوف امرأة أقسم بالله العظيم أنا في القصاب ريتها امرأة سقية زوز بالمساسك وهي خرجت لها منين دور يا بنيتي وين نمشي آخر مرة دزتها جابتها اللوت دزتها امرأة كبيرة ما تكلموا بعض الممرضين ألو الأمن يجي الأمن ما يلوش شكون غلط شكون مش غلط ينحاز للإطار الطبي وينحاز للسجيكات نتاع السبيطار وينحاز للسبيطار سافوار يخلص على السبيطار سافوار يعطوا فيه في رشوك الأمني هذاك الله أعلم وعليش عمري لريت أمني وقف وقال كلمة حق.
ديما ينحاس للاسف. ماني هذه مشكله عندنا مشكله ذي في تونس راهي عامه مش في السبيطارات برك. كونه نحبوا نقضوا على العمومي ونخرجوا للخواص، هذه راهي حاجه معمول بها في التعليم في الصحه في المجالات الكل. اليوم راهم الطب في مش طب، اليوم راهم السوجيكات العساس راهو اللي يحكم في السبيطار. اقسم بالله العظيم مدير السبيطار، وانا مش نقول لك انا عندي شكون مشي عمل عمليه بدوسي ورقد وعمل عمليه في السبيطار والسبيطار لا في باله به، واسمه لو مقيد في السبيطار جمل اسمه ما سجلش في السبيطار عن طريق شكون؟ سوجيكات وطبيب. سوجيكات وطبيب دخل وعاد جمعه فراقد ويداوي على السبيطار وعمل عمليه وخرج، والسبيطار اسمه اسمه ما تكتبش. كيفاش علاش الله اعلم شكون اللي حكم؟ سوجيكات حكم وخذا فيها فلوس وعلى روح وقسم هو طبيب ولا صابون. حاجه اخرى طب برشا طب اش قاعدين يعملوا؟ يدزوا في التوانسه ما عادش تعدي سبيطار راهو ميت، ما عادش تعدي لهنا برا البرا برا البرا، دوك ما تنجمش تدزوا لبرا خاطر ما عندوش باش يمشي. بالله نقطة أخرى زيد أنا نعطيك في شهادات خاطر كان باش تحكي على مشاكل السبيطارات راهي ما تتحدش. عندي حاجة أخرى، أنا نمشي ناخذ الدواء، ناخذ ورقة بتاع الطبيب تاع الدواء، نرجع الفارماسي بتاع السبيطار، ديما تلقى 80 دينار دواء في ال 80 دينار في الدويات هذوك كل ثم دواء تلقاه ب 3000 4000 2500. كي تعطيه انت الفارماسي تعطيك الدواء نتاع 2000 فرنك هذاك الرخيص وتقول لك الاخر شاريين الكل. انا مره في سبيطار في الياسمينيه تعديت معايا مراه نفس الدواء برسك خذينا شادين الصف، انا مديت لها الورقه قالت لي الدواء ذايا شاريين، قلت لها هاي طبيبه قالت لي ما اخوذه ما عنديش انا بطال بالحق ما عنديش، عملت عرعور وقالت لي ما عندي منين نجيب لك يا اخي نخلقه لك انا ما فهميش باهي مشيت على روح. اقسم بالله العظيم وهاني حلفت المراه نفس الدواء اللي انا قالت لي ما عنديش مراه تتهوله، مراه شدت صف بعدي انا عطيتها الدواء ذاك. علاش لي انا قالت لي ما عنديش وعلاش لي؟ وفما جريمه اخرى يعملوا فيها ريت ما تاخذ انت كزوز اوراق خضراء وصفراء ومدري شنيا من عند الطبيب كي تمدها الفارماسي تقول لك الدواء ما عنديش تشريه بالفلوس وفي نفس الوقت تنحي الورقه. خاطر هي في العاده كي تاخذ ورقه ورقه تاخذها هي بالسجل اللي هي دواء ظاهره يبع خرجته والورقة أخرى تعطيها لك ليك أنت باش تشري بها مرة أخرى ولا تاخذ بها مرة أخرى. أنا لاحظت الملاحظة ذي وعملت فيها عرك. فهمت؟ قلت لها أنت كي ما عندكش الدواء علاش تاخذ فيها الورقة ذيك؟ أعطيني ورقتي. هنا أنا كي ثم شكون فسر لي؟ قال لي ريت الورقة ذيك اللي تاخذ فيها هي هذيك بعد ما أنت تروح الدواء اللي هذاك اللي في الورق تاخذه هي وتصح على أنها عطتهولك وتخرجه هي تبيعه لبرا. شوف الجريمة قد يعملوا فيها. والمواطن ما يفهمش هذي وما يعرفوش وين الدولة، ما فهمش كل يمثل الدولة في سبيطارات تونس جملة ما فهمش لا وزير صحة ولا جمعيات ولا منظمات ولا حتى الأعلام. أنا أكثر حاجة نعيب على الأعلام، الأعلام أنتم بالحق أنتم شادين الشارع وتسألوا في مواضيع عامة ومحليها وكل شيء، أما ماذا بينا كان تمشوا تحط كاميرا بتاعك ولا حتى بتليفون يا خضر أنت كي تحط كاميرا تتفرش الزريبة وتنشر الورد وتولي برشا حاجات محلية. ما أنت كصحفي أكيد راك تنجم تاخذ ترخيص بتليفونك تمشي سيفيل مواطن عادي تقعد الصباح تمشي 7 ولا 6 بتاع الصباح مع العباد تليفون وتصور وتسجل وتشوف المأساة ومن بعد أنت أعمل موضوع وأعمل حكاية وتحدث فيها وربي يعاونك.